طيب لتفاصيل أكتر عن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين وأهميتها يبقى انضم لنا هاتفيا سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سيادة السفير. أهلا بك يا أستاذ هشام. صباح الخير يا فندم. أكيد الزيارة مهمة وتوقيتها مهم والزعماء والرؤساء ورؤساء الحكومات كمان المشاركين في هذه القمة بيضفي عليها مزيد من الأهمية. إزاي مصر يا فندم ممكن تستثمر هذه الزيارة لتوطيد العلاقات الثنائية مع عدد من الدول وكمان جلب مزيد من الاستثمارات، خاصة وإحنا عندنا مشروعات كبرى وبنحرص دايما أن يكون مشارك في تنميتها وفي تنفيذها عدد من الدول اللي لها ثقل على المستوى الاقتصادي والسياسي؟ بالفعل إحنا أمام واحدة من أهم مشاركات السيد رئيس الخارجية، يلتقي ونحن نتحدث الآن بنحو 40 رئيس دولة مشاركين في منتدى الحزام والطريق، المنتدى الاقتصادي والتنموي والاستثماري الأهم على الساحة الدولية في الوقت الحاضر، اللي بيوصفوا البعض بأنها عولمة جديدة تتشارك فيها كل الدول من أجل الانطلاق باقتصاد عالمي أكثر عدالة وأكثر إنصافا لدول العالم الثالث يعتمد فيه الكل معادلة الربح للجميع. والآن السيد الرئيس ألقى كلمة هامة جدا في افتتاح المنتدى، تحدث فيها عن شراكة استراتيجية مع الجانب الصيني، حجم تبادل تجاري وصل ل 13.8 مليار دولار و7 مليار دولار حجم استثمارات، وإضافة إلى ذلك تحدث الرئيس. طب هل الرقم ده مرضي يا سيادة السفير؟ بالطبع إذا قارناه بسنوات سابقة مثلا؟ طبعا هو أعلى رقم وصلت إليه حجم التجارة البينية بين مصر والصين، ولكن حجم الاستثمارات الصينية في المشروعات الكبرى يضع العلاقات المصرية الصينية فعلا في مصاف الدول الأولى. ربما الصين حاليا بالسبعة مليار يورو 7 مليار دولار استثمارات هي في المرتبة 20، ولكن في سعي من أجل أن تصبح رقم 10 في سلم المستثمرين الأجانب في مصر، ولكن الصين شريك لمصر في العديد من المشروعات القومية الكبرى، منها القسم المالي والإداري، الجزء المالي والإداري من العاصمة الجديدة، القطار السريع المكهرب ما بين العاصمة الجديدة وضواحي القاهرة في العاشر من رمضان، وهناك أيضا قطار للربط حتى مطروح من العاصمة الجديدة إلى 6 أكتوبر. فهذا المشروع بالإضافة لمحطة توليد طاقة من الفحم النظيف عند الحمراوين أيضا بثلاثة مليار دولار، وهناك منطقة للبتروكيماويات في شمال غرب خليج السويس بثلاثة مليار دولار، هناك أيضا منطقة تيدا صناعية في شمال غرب خليج السويس، دي أيضا جاذبة لصناعات هامة جدا من الجانب الصيني. أي أن مصر والصين شريك فعلا متميز، وفي لقاء السيد الرئيس بالعديد من القادة على هامش هذه القمة وخلال كلماته هو دعا حتى خلال مائدة مستديرة لرجال الأعمال للاستثمار في محور قناة السويس، المنطقة الصناعية اللوجستية الكبرى سواء من الصين أو من دول الحزام والطريق. أيضا المنتدى كان فرصة لسيد الرئيس لعقد لقاءات هامة جدا ورئيسية مع العديد من القادة والزعماء، فالتقى بالرئيس بوتين اللي أكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر وروسيا، وأشار إلى العديد من الإنجازات في مسار العلاقات، وأضاف أنه سيدعو الرئيس ليكون رئيسا مشاركا لقمة روسيا أفريقيا الأولى. سيد الرئيس حمل معه دي يا فندم أسوة بالصين أفريقيا أو بمنتدى الصين أفريقيا، بالفعل حاجة بتكون شبيهة أو على نفس المستوى. ده هيكون اللقاء الأول، والرئيس السيسي بحكم رئاسته للاتحاد الإفريقي وكنا نشاهده منذ قليل يجلس بجوار الرئيس بوتين، واضح أن هناك تفاهم وترابط ورؤية استراتيجية تجمع الرئيسين والبلدين، وهنا الرئيس بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسي بنتائج الاستفتاء، وأكد أيضا على أن الشراكة الشاملة بين البلدين يعني مرشحة لتحقيق مكاسب للاقتصاد المصري. انت عارف حضرتك ان حجم التبادل التجاري وصل مع روسيا ل 8 مليار، طبعا احنا لما قلنا الصين 13.8 من عشرة يعني حوالي 14 مليار
دول هو رقم مرشح لانطلاقة كبرى خلال المرحلة القادمة. طبعا الرئيس التقى برجال الأعمال والمستثمرين الصينيين ووعدهم ب يعني تسهيلات هامة، وأنا أعتقد أن مصر هي الآن رقم 21 في الاقتصاديات العالمية، مرشحة مع الصين في 2030 لكي تصبح من أهم الاقتصاديات أو أصحاب المراكز الأولى، الصين الأولى ومصر السابعة. يا رب يا فندم، وكمان بنتمنى أن المنتدى يكلل بالنجاح طبعا للدول المشاركة كلها، وأكيد من بينها مصر. منتدى الحزام والطريق المنعقد في الصين، وطبعا زيارة السيد الرئيس لهناك تكلل أيضا بالنجاح. بشكر سيادتك يا فندم، شكرا جزيلا. سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا هاتفيا.